بعد هذا المنخفض الجوي اللي مرق ضروري نعرف هذه كيف راح تكون احوال صحيح. الطقس خلال الايام القادمه. لهيك معنا عبر الاتصال الهاتفي المتنبئ الجوي حسان جردي. يسعد صباحك استاذ. يسعد صباحك. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا. بدايه استاذ خبرنا شو عم تكون احوال الطقس ودرجات الحراره بمحافظاتنا السوريه، هل رح نشهد منخفضات بالايام الجايه؟ هلا بدايه صباح الخير من جديد لك لزميلتك الاخباريه السوريه. الاجواء هيدا الاسبوع مختلفه تماما عن الاجواء بالاسبوع الماضي، بعد المنخفض اللي اثرنا فيه وادى الى انخفاض بدرجات الحراره في الاطلاق المصريه كانت متميزه تحديدا بالمناطق الجنوبيه والغربيه والجنوب الشرقي، وفي مناطق كثيره تجاوزت المعدل السنوي للوسط المطري خصوصا العاصمه دمشق، تجاوزت الحمد لله معدل الهطول السنوي اللي هو 7 ملم 211 ملم اصبح مجموع الهطول حتى تاريخه، بالاضافه الى المحافظات والمدن في المدن الشرقيه ان كان الدير الرقه، بالاضافه الى البوكمال هيدي المناطق لا تجاوزت معدلات الهطول المطري، وباقي المناطق تجاوزت ال 85% من الهطول المطري لهيدا الموسم. هلا نحن بدايه بهذا الاسبوع رح نتاثر بمرتفع جوي فوقي عن يترافق بتيارات شماليه غربيه، بدايه الاسبوع رح تكون اجواء ربيعيه لطيفه نوعا ما بين السطول والغائمه جزئيا، درجات حراره بتكون لحتى تقترب من معدلاتها او تكون اعلى من المعدلات بقليل في معظم المناطق والمدن السوريه، والاجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا، الرياح شرقيه الى جنوبيه شرقيه بين الخفيفه والمعتدله والبحر خفيف ارتفاع الموج. نهار بكره بتستمر درجات الحراره بالارتفاع وتصبح اعلى من المعدل بنحو 3 إلى 5 درجات مئويه، الاجواء ربيعيه دافئه بمعظم المناطق بين الصحوه والغائمه جزئيا. هلا بتضل الحرارات عم ترتفع حتى نهار الاربعاء، ذروه الارتفاع رح تكون الثلاثاء والاربعاء، حرارات اعلى من المعدل تقريبا من 4 إلى 5 درجات مئويه بمعظم المناطق، اجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا في كافه المناطق مع احتمال لهطل زخات ربيعيه من المطر في منطقه الباديه ومنطقه القلمون خلال يوم الاثنين والثلاثاء خلال ساعات بعض الظهر. بترجع الاجواء نهار الاربعاء تستقر من جديد في معظم المناطق، هي كانت مستقره ولكن الهطولات الربيعيه فقط في الباديه والقلمون الاثنين الظهر والثلاثاء تستقر بكافه المناطق، وتظل الحرارات اعلى من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئويه، واجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا مع استمرار للاجواء الربيعيه الدافئه، يعني اجواء ربيعيه تتراوح ما بين لطيفه بدايه الاسبوع الى دافئه حتى نهايه الاسبوع تقريبا حتى يوم الخميس القادم باذن الله. الاجواء بتكون بين الصحوه والغائمه جزئيا، تتحول الى اجواء غائمه خلال ساعات بعض الظهر والمساء بالمناطق الشماليه الغربيه والساحليه، لتصبح الفرصه مهيئه باذن الله تعالى لهطل زخات من المطر بهيدي المناطق. الحراره تنخفض يوم الخميس بنهايه هذا الاسبوع لحتى تقترب من معدلاتها لمثل هذه الفتره من السنه، والرياح بتكون غربيه الى جنوبيه غربيه معتدله مع هبات نشطه بعض الاحيان تتجاوز سرعه الهبات احيانا ل 65 كيلومتر بالساعه يوم الخميس القادم تحديدا، بتصير الغبار في بعض المناطق الداخليه، والبحر الخميس القادم خفيف ومتوسط ارتفاع. خلال الاسبوع هذا الرياح بتكون شرقية لجنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج، درجة حرارة مياه البحر عم تكون تقريبا في حدود ال 21 درجة مئوية. هلا خلال هيدي الأيام والأجواء اللي نحن عم نشهدها بنحذر بنستني مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية بسبب الأجواء السليمية لهيدي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة بدءا من العاصمة دمشق لليوم 23/10، الحنيترة 20/8، القلمون 17/6، درعا 25/10، السويداء 20/8، المنطقة الوسطى حمص وحما 23/10، منطقة الجزيرة محافظة الحسكة 22/9، ساحل السوري اللاذقية وطرطوس 23/12، شمال حلب وإدلب 22/10، المنطقة الشرقية دير الزور والرقة وكمان 23/12، وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 24/9. الأجواء كثير لطيفة هذا الأسبوع، اجواء ربيعيه دافئه الى لطيفه، حرارات اعلى من المعدل، والتغير وحاله عدم الرطوبه اللي تاثر فيها راح تكون بنهايه هذا الاسبوع بدءا من الشمال الغربي والساحل. نعم. بدنا نتشكرك كثير استاذ حسان الجردي، شكرا لك.